على أصوات رصاصات قناص وعويل أم منهكة تشتاق لرؤية ابنها المغترب في نفس مدينة تعز بفعل حصار استمر 8 سنوات ومأساة تتفاقم يوما عن يوم على ساكني مدينة أصبحت منسية بكل الحوارات وفك حصارها الذي أنهك البسطاء من النساء والأطفال وحتى الشيوخ والشباب. وبعد 8 سنوات استعرض معاناة وطن في مؤتمر صحفي تنظمه السلطة المحلية بمحافظة تعز وبحضور محافظ محافظة تعز نبيل شمسان وجميع وكلاء المحافظة والمكاتب التنفيذية والمكونات الحزبية والشبابية والمرأة. لماذا هذا الإصرار على حصار أبنائها وعدم السماح بفتح المعابر فيها من قبل الميليشيات؟ لماذا تعبر العقلية المنغلقة للميليشيات الحوثية على استمرار استهداف أبنائها؟ لماذا تعد حاضرة في كل المحافظات وفي كل المفاوضات ورغم ذلك لم يتم الموافقة على أي حلول منطقية لفتح حصارها؟ توضع قضية تعز في كل المفاوضات كأولوية في المشهد السياسي اليمني باعتبارها قضية مصيرية للوطن كافة، لكن حالة الحصار الفكري لدى الميليشيات يبرز واضحا على شكل حصار مقيت تفرضه الميليشيات منذ 3000 يوم، ويبرز الحقد ضد أبنائها الذين رفعوا راية الحرية منذ اليوم الأول للانقلاب. مشاورات تبوء بالفشل وتعنت ميليشيا الانقلاب الحوثية بعدم فك الحصار عن تعز عبر طرق رسمية وقريبة والتي لا تتجاوز الدقائق المعدودة لعودة الحياة لتعز. حقيقة الأمر ما نذكره اليوم ونطرحه أمامكم هو من باب التذكير ليس إلا، فقضية حصار تعز وفتح طرقاتها هذه قضية مر عليها الآن من عام 2015 إلى الآن حوالي 8 سنوات إلى عام 23. الحقيقة معظم الحوارات التي تمت مع ميليشيا الحوثي كانت برعاية أممية تحت رعاية الأمم المتحدة، ابتداء من جنيف واحد ثم جنيف اثنين. جنيف واحد الذي رفض الحوثي أن يتحاور مع الشرعية بحجة أنه يريد أن يتحاور مع السعودية مباشرة، وجنيف اثنين نفس الكلام، حضر الوفد الشرعية ولم يحضر وفد الحوثي إلا بعد فترة ولم تحقق أي نتائج. حصار تعز طال أمده وهذا ترتب على طرقات وعرة ومتعبة للمواطنين والمرضى وكذا الغلاء الذي تسبب فيه طول مسافة الطرقات البديلة. طبعا الهدف في هذا المؤتمر إلى إيضاح أو تصدير هذه القضية التي عانى منها المدنيون خلال 3000 يوم. طبعا الحصار يعني شكل أزمة خانقة بالنسبة للمدنيين سواء من الاستهداف مباشر من قطع الطرقات والذي تسببت في رفع الأسعار وصعوبة وصول المواد الأساسية. أيضا هذا المؤتمر سيصدر كافة معاناة تعز سواء من الاستهداف المباشر خلال هذا الحصار وأيضا من خلال معاناة المدنيين في الدخول والخروج في هذه المدينة وما تسببه من آثار. نداء لأبناء تعز يقول كلمته: يكفي حصار وصمت وتعب لأبناء مدينة عانت أطول حصار وإهمال. 3000 يوم حصار على هذه المدينة المحاصرة كأطول وأقسى حصار على مر التاريخ يشهده العالم. هذا الحصار سيظل وصمة عار في جبين العالم لأنهم لم يحركوا ساكنا ولم يكن لهم دور في رفع هذا الحصار. نأمل من هذا المؤتمر الصحفي لتحريك الضمير الإنساني لرفع الحصار عن هذه المدينة المحاصرة.